السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديالي وتكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده، ومبروك عواشركم، والله يدخل عليكم العيد بالصحه والسلامه والرزق والتيسير ان شاء الله، وبتحقيق جميع الامنيات ديالكم يا ربي. اللي كتمنى شي حاجه يا ربي تحققها لها في هاد العواشر هادي. جيتكم بفيديو جديد ونهار جديد، واليوم غادي نشارك معكم نهاري باللي عطى الله، بلا زواق بلا حتى شي حاجه. كيف ما غادي يدوز عندي النهار هذا غادي نشارك معكم. المهم هنا رافقت البنات وفطرت وجمعت الدار وصافي، دزت هكا غادي نعجن ونطيب الغداء. كيف كتشوفوا هنا العجينه، عجنت غير البطبوط هو اللي غادي نتغداو به ان شاء الله، وغادي ندير واحد الطاجين ديال الكفته تاع السرديل. المهم كتعرفوا في الاخر تاع الشهر كتقاد التقديه كامله كتقاد، وما كانش عندي الوقت نخرج نتقدى نهائيا، يعني غنقضي بداك الشيء اللي عندي نسلك به راسي وصافي. هذا الشيء اللي كاينه الغزاله ديالي. وكيف كتشوفوا كيف قلت لكم غادي اليوم عندي النهار مشارجي بزاف، عندي المهم باغا نمسح شويه الكوزينه ندور بها نقادها. غادي نمشي عند الخياطه نجيب جوج لابيسي ديال العيد دايره معايا اليوم باش نمشي ناخذها، وباغا نخرج نتقدى العطريه وهاداك الشيء، شحال من حاجه خاصاني. مازال البنات ما تقديش والو، شكون اللي باقى بحالي؟ حتى حاجه ما خديتها، يعني ما وجدتش نهائيا للعيد الصراحه. عندي شي ظروف اخرى هي اللي شاغلاني بزاف. نهار تكمل ان شاء الله على خير وبخير اكيد غادي نشاركها معكم. المهم كيف قلت لكم البنات هي اللي شاغلاني وما خلاتنيش نهائيا نفكر في العيد، ولا طاح لي في بالي ظروف اللي اهم من العيد الصراحه. كيف قلت لكم نهار ان شاء الله تمر هاد الظروف كامله وتكمل على خير وبخير اكيد غادي نشارك معكم. المهم البنات كيف قلت لكم غادي نمشي نتقدى اليوم شويه العطريه ونوجد هكا العيد، ضروري ما نوجدوا شي حاجه. وباغا نسير الكوزينه بغيت ندور بها اليوم نقيها واحد شويه، المهم نقي شي بلايص نمسح دوك الادوات الكهربائيه تاهما نمسحهم. المهم اللي درتها في هذا النهار غادي نشارك معكم. كيف كتشوفوا هنايا راني البطبوط خمر وبديت كنطيب فيه، كتشوف هاد البطبوط البنات درتو غير بالقمح، يعني ما درتش فيه الفورس، درتو غير بالقمح والفرينه، وكيجي كيهبل كيجي منفوخ وخاوي من الداخل ورطب بزاف. وشوفوا شحال كيتنفخ يا البنات. صافي الطويجين ديال الكفته تاع السرديل راه ما شاركتوش معكم لاني فايت لي شاركتو معكم جوج ديال المرات، مره درتو معكم في روتين ومره درتو في فيديو خاص. صافي طريقته راه ساهله. هنا المهم الغداء ديالي طاب، البطبوط حتى هو طاب، صيبت شويه العصير وشويه شراده خليتهم في الثلاجه كيبردوا، ودست غادي ندور بالكوزينه قبل ما نتغدى. غادي نجمع كامل نمسح هذا الحيط هذا، لان كتعرفوا الحيط كيكون قريب هكا للطياب وقريب للبوطه فكيتوسخ بزاف، ما نغفلوش عليه ضروري، ما نبقاو مره هكا نمسحوه. وكندير هاد البرودوي البنات اللي فايت لي شاركته معكم شحال من مره خديته من بيم، الصراحه زويل الزلديج كيخرجو كيخليه كيشعل كيحيد دوك لي طاش ديال اللي دام كاملين. كنمسح بيه انا البوطه الثلاجه، يعني كنهار كنبغي نمسح كندور بالكوزينه كامله غير هوايه، وكندير فواحد هكا واحد المنديل صافي وكنمسح بيه، يعني كي ما كنضرب شماره وفي نفس الوقت كيبان لك كلشي كيشعل وكلشي نقي. صافي كيف كتشوفوا انا غادي نمسح هاد البلايص كاملين. هنا هاد المعنات هادو راه حكيتهم كاملين بالجيكس وبالبرودوي غير ما شاركتهمش معاكم، حكيت البوطه، حكيت داك فاش كندير الخبز المنظم ديال الخبز، المهم حكيت كاملين باش نبقى نطول عليكم. الشقره كلشي كيعرف يديرو، وباش هكا حتى الفيديو ما يجيكمش طويل. وهنا البنات بغيت نشارك معكم هاد القرعه هادي اللي خديت، صراحه انا خديتها الزيت ولكن حاليا غادي نستعملها الماء. علاش فكرت باش ندير فيها الماء؟ لان بناتي كيبقاو حلو الثلاجه ويسدو ما كيحيدوش من الثلاجه، كيبقاو يلعبوا فيها والاء كتبقى تخبى ليا في الثلاجه، وكنخاف القرعه اللي يهزوها وطيح لي على رجليهم، فقلت ندير هذا. ومره مره كنبقى ندير فيها هكا الثلج ولا الماء بارد، وفي نفس الوقت بعيد عليهم الا بغاو الماء انا غنعطيهم. الصراحه جا زوين، عطى منظر زوين في الكوزينه. حاليا غنستعملوا الماء، ومن بعد ان شاء الله ملي هكا يسخو يبرد الحال وما يبقاش صح بزاف غادي نستعملوا الزيت البلديه، بغيت انا خديته على قبه الزيت. صافي البنات كيف كتشوفوا هنا بدلت شويه الديكور ديال الرخامه، خويتها يعني ولات فيها واحد المساحه كبيره، حيدت من الشبكه ديال المواعين، سخرت العجانه ديتها الجهه الاخرى، المهم حاولت نبدل شويه وصافي. وبغيت نشارك معكم البنات حتى هاد السربيس هذا اللي خديت ديال الطباسل والزريف الزوين بزاف، لقيتو غير بروموسيون في مرجان داير لي 99 درهم. لا البنات هذا داير لي 75 درهم، وهذيك القرعه خديتها ب 99 درهم. المهم هذا فيه 18 بياسه ب 75 ولا 70 والله ما عقلت. المهم عجبني زوين، الكاليتي تاعو زوينه.
واللي عجبني فيهم بزاف البنات هما ممكن هكا تستغلوا الطبيسلات وتسربيو فيهم الطبله ديالكم، يعني لما كناش دايرين شي شربه او حريره فكنستغلوا حتى الطبيسلات. والصراحه 18 بياسه ب 70 درهم او 75 كيف قلت لكم ما بقيتش عاقله بالضبط، فرخاص بزاف وزوينين عجبوني والكاليتي تاعتهم مزيانه. هنا كيف كتشوفوا البنات بعد ما كملت التنظيف ديال الكوزينه كامله راه مسحت حتى الجهه الاخرى كلها. المهم هنا كتبان لي تنقات بالنسبه للرخامه خويتها كامله، حيت شبكه تاع المواعن صافي حيتها بمره باش هكا ملي نغسل المواعنات نمسحهم ونرجعهم لبلايصهم ويبقى لي لافابو ديما خاوي. درت في بلاصتها العجانه، درت هنا هذا المنظم ديال الماء او هذه القرعه هذه صافي، وهنا الجهه هذه درت فيها المنظم ديال المعالق صافي، وخليت الرخامه خاويه. كنعرفوا العيد الكبير كتكون فيه الروينه بزاف كنجبدوا فيه بزاف ديال المواعنات، فقلت هكا نخوي الرخامه قبل ان شاء الله ما يوصل العيد الله يوصلوا لينا على خير وبخير. وحتى الجهه الاخرى راه حيدت منها كديره فيها الادوات الكهربائيه حيدتهم كاملين، ماكينه العصير الروبو كلشي حيدتو. هنا البنات بغيت نشارك معكم، جات عندي الوالده تاعتي مسكينه الله يخلف عليها وكثر خيرها، وكساتنا في العيد انا وبناتي، جابت لينا التفكور ديال العيد وجابت لينا الكنيدرات هادو الصراحه زوينين انا عجبوني الشكل ديالهم ومبردين. جابت هذه جابتها الريم هاد الصفراء وزوينين البنات خفاف خفاف بزاف، يعني بالنسبه لداري انا سخونه ما الا غير هكا الكنيدرات خفاف وباردين. وهاد الكحله هذه جابتها الندى وديال الاء نساتها لها في الدار، قالها صافي كحلتها مع الاء والله الا مسكينه حتى هي كتعرف بقات كتشوف فيها، قالها صافي كحلتها مع ايوا حتى انا ما نساتنيش وجابت لي سان واحد الكنيديره اللي زوينه وعجبتني الله يخلف عليها ويعطيها صحيحتها ويقوي عليها الخير ويكثر خيرها ان شاء الله والله يخلي لكم كاملين مهماتكم البنات. هذه هي الكنيديره اللي جابت لي انا الصراحه زوينه وبارده. ايوا هذا الشيء اللي كاين البنات، وشوفوا انا دابا بنتي راه خدامه، جيت ندور لقيتها حاله الثلاجه وكتمسح فيها، قالت لي العيد قريب بغات هي تنظف الثلاجه. المهم قولوا لي واش انتم ثلاجاتكم بحال هكا بحالي، انا ديما ثلاجتي محلوله وبناتي مخشيين فيها مره كيمسحوا. المهم هاد الجوجات عندي حادق حادق دائما حالين الثلاجه ويمسحوا لداخل. المهم كيتخشوا في الثلاجه ما كنعرفهم واش كيديروا، داكشي علاش انا خفت على كندير قراعي تاع الزاج في الثلاجه، فقلت نحيدهم وناخذ ديك القرعه احسن ليا. وهنا البنات صافي دست مباشره خديت هاد الادوات ديال الكهرباء بحال هكا الروبو، ماكينه العصير ماكينه القهوه، يعني كندير حتى ماكينه ديال العصاره تاع الليمون، كنت كلهم حاطاهم في هاد الجهه هادي مصفاهم هكايا باش الا بغيتهم كيجيوني قراب. الساعه دابا صافي ما بقيتش كنخدم بهم بزاف، يعني قليل خصوصا ماكينه العصير اللي كنخدم بها، قلت غادي نمسح كلشي ونقادهم بحال هاد الادوات هادو البنات ما تبقاوش تغفلوا عليهم، ضروري هكا من نمسحوهم وننظفوهم مزيان كيبقاو دائما جداد هكا باش كيبقاو دائما نقيين ودائما جداد. صافي مسحتهم ورجعتهم لبلاصتهم بعد ما تغدينا العشيه. دابا خرجت البنات جيت مباشره اول حاجه كنت غنديرها نجي نتقدى كيف قلت لكم، حتى حاجه باقي ما خديتها والو، وخرجت معايا بناتي والصراحه تكرفصت لقيت البرنوسي عامر ما لقيتش فين ندور، وصافي خديت يعني على داكشي اللي مهم وقلت نعاود نخرج عاوتاني ونكمل التقضيه. كتعرفوا التقضيه كيبغي الانسان يخرج بوحدو ويخرج على خاطرو باش هكا كيعقل على كل حاجه بغاها. انا خرجتو معايا بثلاثه والاء كتهزها برزطتني بزاف. المهم البنات بالنسبه للتوابل وداكشي راه خديتو كامل صافي، ودست على الخياطه جبت معايا جلابيتي ما خديت ليها لا فولا لا شال لا صندالة ما خديت حتى شي حاجه، يعني صافي عييت ما قدرتش ندور. وكيف قلت لكم لقيت قيصريه البرنوسي عامره باغا تفرقع يعني تخلعت ملي دخلت ليها صافي، وانا رجع بحالاتي خديت على الجلابه وهاد الشويه اللي تقديت وجيت. كيف كتشوفوا هنا غنشارك معكم هاد المشتريات، خديت ملي كنقولوا العيد كبير فضروري من واحد الزاره باش يلا لا نبينوا على الحداقه تاعتنا ضروري. الصراحه انا دي كانت خاصني عندي وحده تاع التوب وكتدخل ليا هكا الماء، فقلت نخرج ناخذ وحده هكايا، واليوم اللي بانت ليونا ناخذها. خديت هاد الفويطات هادو البنات ديال لافابو زوينين، كنصحكم انا بتاخذوا هادو كيصبروا واحد المده طويله بزاف صراحه. وحده كانت عندي راه ضربت ليا وقيله واحد 6 شهور ولا كثر، وكنت كنشري جوج ب 13 درهم الثمن ديالهم زوين. خديت هذاك البلاستيك واخا عندي البلاستيك الغذائي واخداه من المرجان، زدت هذاك الباكيه، خديت هاد القطبان ديال العود هذوك غير بغيت نزيدهم، انا عندي القطبان تاع الشوا تاع داك العام او عامين وما عندي يمكن. ايوا صافي وخديت هاد القليه تاع الطابله كيف كتشوفوا هنا على شكل رخام، وكتقلبوه على الجهه الاخرى كيكون هكا مرد. الصراحه البنات ملي كيوصل هكا شي مناسبه ديال رمضان ولا العيد كبير فكنبغيو عين نبقاو نتقداو صافي، هادشي اللي كيبان ليا انا كاينين شي حوايج اللي كنكونوا ما عندنا ما نديرو بهم في الدار او عندنا وكنمشيو ناخذوهم. المهم غير هكا كنديروا الباروك تاع العيد وصافي. هنا بالنسبه للعطريه البنات اللي خديت هنا رابعه ديال الكمون بلدي،
جبته هكا بلا ما نطحنو، تنقيه ونطحنو غير في الدار، نطحنو معاكم ان شاء الله. جبت هنا ربعه ديال القزبر يابس، حتى هو غادي ننقيه ونطحنو، ربعه ديال الثومه، جبت ربعه ديال التحميره. صراحه البنات انا ما كنبغيش نشري العطريه بزاف، لانها كتبقى وكتجيني بحال كتبرد، ما كتبقاش في هذيك النكهه جديده، وكتعطي واحد المذاق زوين في الطياب، وخصوصا انا هنا كاين العطاره بزاف حدايا، يعني فما كنبغي كنهبط نطحن وكنطلع، ما عنديش مشكل. صافي خديت هنا ربعه ديال الزبيب ابيض، ربعه ديال سكينجبير، وربعه تاع الخرقوم، ربعه ديال القرفه، وخديت سكينجبير هكا طري، وخديت القرفه عواد هذيك اللي كتكون مبرومه باش لا بغيت نزين بها ولا شي حاجه. صافي بخديت ربعه ديال المشماش وربعه ديال البرقوق. كيف كتشوفوا البنات البرقوق انا راه ما كنستعملوش بزاف، مازال عندي، ولكن حيت ما كنديرش انا اللحم محمر بزاف العيد، ما كيضرنا وما كنبغيوش، فكان كنعتمد على اللحم بالطريقه ديال الكمون. دابا نشارك معكم ان شاء الله. وخديت هنا ربعه ديال اللوز، خديت ربعه ولا ما عرفت نص كيلو والله ما عرفت، ديال الكاوكاو، هذا بغيت نصايب به واحد الحلوه. خديت هنا الثومه ديال بودر، صافي. وخديت الملحه وضمه الزعفران، وخديت ربعه ديال السمن، راه درته في الثلاجه وجبت معايا الزيتون داكشي دخلته للثلاجه. صافي هذا الشيء اللي خديته البنات، كنتمنى هاد لا فيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وتكونوا استفدتوا منه شويه، وشاركت معاكم نهاري بلا زواق باللي عطى الله. كنتمنى تبارطاجيو هاد الفيديو مع احبابكم وصحابكم وفي مواقع التواصل لتعم الفائده، ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله.